سعادة وزير شؤون الإعلام أشار إلى أن جميعنا أعضاء في فريق البحرين وعلى عاتقنا مسؤولية تنفيذ الرؤى والتوجيهات الحكومية بما يصب في صالح الوطن والمواطن. احنا الآن أمام رؤية اقتصادية، واحنا أعضاء في فريق البحرين مسؤولين عن تنفيذ هذه الرؤية. في فترات كنا نسمع عن كلمات أفصاح معلومات، اليوم احنا نتمتع بشفافية عالية. اليوم المواطن يستطيع أن يطلع على ميزانية الدولة من خلال موقع وزارة المالية، يستطيع أن يدخل على مجلس المناقصات ويشوف كل مبالغ وكل المشاريع، ما عندنا شيء نخفيه. لذلك أنا دائما أطلب من الأخوة المسؤولين بجميع الدرجات في الحكومة يجب التواصل مع وسائل الإعلام، سواء تلفزيون أو إذاعة، تلفزيون رسمي أو جميع وسائل، حتى التواصل الاجتماعي يجب أن يكون في تواصل لإيصال صوت البحرين. الإعلام هناك ساحة، هناك من يحاول أن يستغلها. نعرف جيدا بأن الاقتصاد أو الإعلام المتخصص في الاقتصاد هو إعلام النخبة، وهو إعلام يعتمد اعتماد كلي على الأرقام. لدينا الكثير من الأرقام التي نفخر بها ويجب أن نفخر بها.